أي طالب بعد ما بيخلص دراسته بيكون مهتم قوي في إنه يلاقي شغل وتكون الوظيفة مناسبة في مكان محترم، وبالتأكيد بعد فترة دراسة طويلة بيكون من أولويات الشباب الشغل بمرتب كبير يكون مناسب لمؤهلاتهم اللي خدوها، علشان كده بيعملوا عمليات بحث وبيدوروا عن وظائف طول الوقت. كمان في مؤسسات كتير ومختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة بتعلن عن حاجتها لموظفين، زي مثلاً مؤخراً السفارة الأمريكية اللي أعلنت عن احتياجها لموظفين في درجات مختلفة، لكن المفاجأة في المرتب الكبير اللي حددته للشخص اللي هيتم اختياره. تفاصيل الوظائف اللي أعلنت عنها السفارة الأمريكية والمرتب هيكون كام بالظبط بالجنيه المصري هتعرفوها حالاً في التقرير اللي معنا. في مؤسسات كبيرة لما بتعلن عن حاجتها لموظفين جداد بتكون في الغالب مرتباتها كبيرة بحجم المؤسسة أو الشركة المعلنة. من المؤسسات دي السفارة الأمريكية في القاهرة واللي أعلنت عن توفير وظائف خالية بمرتبات عالية في عدد من المجالات المختلفة. السفارة الأمريكية قالت في إعلانها إن الوظائف الجديدة هتكون بمرتب بيوصل ل 215 ألف جنيه في الشهر، علشان كده هنقول لكم حالاً تفاصيل وظائف السفارة الأمريكية اللي اتنشرت على الموقع الرسمي للسفارة. أول وظيفة هي وظيفة سواق. السفارة أعلنت عن احتياجها لوظيفة سائق بمرتب بيوصل ل 115,412 جنيه شهرياً، على أن يكون آخر موعد للتقديم هو يوم 15 أغسطس الجاري. أما الشروط المطلوبة فهي ضرورة النجاح في المقابلة، اجتياز الشهادات الطبية والأمنية. أما بالنسبة لمديري المحافظ الإلكترونية فيجب مناقشة الفوائد مع مكتب الموارد البشرية وتعيين خطة الدفع في وقت خطاب العرض المشروط من قبل مكتب الموارد البشرية. ده غير أن السفارة قالت كمان أن العاملين اللي هيشتغلوا في البعثة الأمريكية في مصر ليهم مجموعة من التعويضات والمزايا في الصحة والانفصال ومزايا تانية. الوظيفة التانية هي وظيفة أمين صندوق. أعلنت السفارة عن حاجتها لوظيفة أمين صندوق بمرتب بيوصل ل 215,208 جنيه شهريا، واخر موعد للتقديم يوم 16 اغسطس الجاري. شروط وظيفه امين الصندوق منها ان المتقدم للوظيفه يكون عنده خبره 4 سنين ويكون متخصص في المحاسبه او ماسك الدفاتر والعمليات النقديه. كمان السفاره قالت انها هتحط الموظف بعد نجاحه لمده سنتين في التعامل المباشر مع النقد والاحتفاظ بالسجلات او المعاملات النقديه ومراقبه وتطبيق المبادئ اللي فيها تداول والأوراق مالية والمتخصصة في صلاحيات النقد، وتلبية متطلبات المساءلة للوثائق المتعلقة بعمليات أمين الصندوق. السفارة قالت برضو أنه يجب على شاغل الوظيفة أن يكون عنده القدرة على تحديد القواعد والأنظمة والإجراءات الخاصة بمعالجة المعاملات النقدية، بالإضافة لقوانين وممارسات العملة المحلية اللي بتؤثر على المعاملات النقدية والخدمات المصرفية وأسعار الصرف، وأن تكون معاه درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية أو المالية أو المحاسبة. أخيراً السفارة الأمريكية في القاهرة قالت في إعلانها ووضحت إن أي شخص يرغب في التقديم للوظائف الخالية في السفارة يقدر يدخل على الموقع الرسمي الخاص بالسفارة ويختار الوظيفة اللي بيرغب في التقديم ليها ويضغط على كلمة إرسال، وده بعد كتابة بياناته المطلوبة للوظيفة.